أهلا بكم. قال معهد واشنطن للدراسات الاستراتيجية إن العراق بات أشبه ما يكون بدولة خاضعة للوصاية الدولية، ولا يستبعد إرجاعه تحت طائلة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وأضاف المعهد الأمريكي أن الواقع السياسي والقانوني المتردي أو المتراجع في العراق يؤكد أنه ما زال يواجه مأزقا استراتيجيا كبيرا بسبب الالتزامات والقيود الدولية المفروضة عليه وعشرات القرارات والعقوبات الدولية بسبب أحداث الكويت في العام 1990 وتعثر اندماجه في المجتمع الدولي بسبب الأزمات الداخلية المستمرة منذ العام 2003 وحتى الآن من صراعات وإرهاب وفساد وفوضى أو فوضى واستقطاب سياسي حاد. وعلى الرغم من إخراج العراق رسميا من عقوبات الفصل السابع في العام 2022 إلا أنه ما يزال يواجه خطر انتهاك العديد من قرارات الأمم المتحدة، وهو ما قد يؤدي بدوره إلى إعادة تفعيل الفصل السابع. وقال المعهد الأمريكي بعد استضافة العراق الميليشيات الخطيرة المدعومة من إيران والمدرجة على قائمة الإرهاب كميليشيات العصائب وحزب الله وغيرهما، ووجود الإطار التنسيقي في السلطة الآن، تصاعدت أدوار هذه المنظمات المصنفة جماعات إرهابية إلى مستويات غير مسبوقة. تقرير معهد واشنطن للدراسات الاستراتيجية عن أن العراق بات أشبه ما يكون بدولة خاضعة للوصاية الدولية واحتمال إعادته إلى طائلة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة هو الذي سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، وسنطرح فيها الأسئلة الآتية: هل فعلا أن العراق الحالي دولة خاضعة للوصاية الدولية وليس مستبعدا وضعه مجددا تحت طائلة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة؟ وما هو المأزق الاستراتيجي الكبير الذي يواجهه العراق بسبب الالتزامات والقيود الدولية والتي ما زالت مفروضة عليه؟ ولماذا ما زال الواقع السياسي والقانوني للعراق في حالة تدهور وتراجع بعد 20 عاما من الاحتلال الأمريكي وتصميم العملية السياسية كما يقول معهد واشنطن للدراسات الاستراتيجية؟ وهل النظام الحالي في العراق مستعد للتخلي عن الميليشيات المصنفة منظمات إرهابية للقبول بعودته دولة طبيعية في المنظومة الدولية؟ ضيوف الطاولة: رافع الفلاحي، هبة الفدعم، ظافر الشمري. لا توجد دولة ذات سيادة يحركها سفير من هذه الدولة أو تلك، وتتحكم بقراراتها وتصنع سياساتها الداخلية والخارجية ميليشيات تتبع مشروع دولة أخرى. هذا هو حال العراق منذ عام 2003، ولم تتغير هذه الحال رغم مرور كل هذه السنوات، فهو أشبه ما يكون دولة خاضعة للوصاية الدولية بحسب وصف معهد واشنطن للدراسات الاستراتيجية، وذلك نتيجة ما يمر به من أزمات على الصعيد الداخلي والخارجي. المعهد الذي توقع عودة العراق تحت طائلة البند السابع ذكر أن الواقع السياسي والقانوني المتراجع في العراق يشير إلى أن البلاد لا تزال تواجه مأزقاً استراتيجياً عميقاً، وأن الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 أقحمت البلاد في أزمات داخلية معقدة من فساد وفوضى واستقطاب سياسي، الأمر الذي حول الحكومات إلى حكومات تصريف أعمال تتقاذف الاتهامات فيما بينها. معهد واشنطن بيّن أنه على الرغم من إخراج العراق رسمياً من عقوبات الفصل السابع إلا أنه لا يزال يواجه خطر انتهاك العديد من قرارات الأمم المتحدة، وهو ما قد يؤدي بدوره إلى إعادة تفعيل الفصل السابع بسبب سماح حكوماته واستضافتها عدداً من الميليشيات الخطرة المدعومة من قبل إيران، بما في ذلك التي أدرجت الولايات المتحدة على قائمة الإرهاب مثل ميليشيا العصائب وحزب الله. وبوجود الإطار التنسيقي في السلطة تصاعد دور هذه الميليشيات إلى مستويات غير مسبوقة، وباتت تشكل مصدر إحراج للعراق على مستوى المنطقة. الغزو الأمريكي للعراق لم يكن حدثا عابرا له أهداف اقتصادية وأمنية محدودة فحسب، وإنما هو مشروع تفكيكي حول العراق إلى بؤرة توتر تجعله بحاجة إلى الوصاية الخارجية التي تضمن لقوى الاحتلال تنفيذ مخططاتها.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار. تبحث الحلقة في تحليل أو تقرير معهد واشنطن للدراسات الاستراتيجية عن العراق وأنه أشبه ما بدولة خاضعة للوصاية الدولية، ولا يستبعد المعهد في هذا التحليل إرجاع العراق إلى طائلة الفصل السابع الذي أخرج منه في العام 2022. ضيف طاولة دكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي هنا في الاستوديو، وستكون معنا عبر سكايب من العاصمة الأمريكية واشنطن الأستاذة هبة الفدعم الباحثة في قضايا الشرق الأوسط، وأيضا سيكون معنا من سيدني في استراليا عبر سكايب الأستاذ ظافر الشمري الخبير في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب. أهلا وسهلا بالضيوف الكرام جميعا، حياكم الله. نبدأ مع دكتور رافع. دكتور، التقرير الجديد لمعهد واشنطن يأتي في سياق عدة تقارير وتحليلات من منشورات أو مراكز بحثية غربية أمريكية وغيرها تتحدث الحقيقة وترسم صورة متشائمة للنظام، سلبياته، نواقصه، مشاكله، أزمات المستعصية. هذا النظام غير قابل لا للإصلاح ولا التقويم بحسب هذه الدراسات والبحوث. هل ثمت مستقبل لهذا النظام إذا هذه الأمراض المزمنة التي تعتريه وتتفاقم منذ عام 2003 إلى اليوم له مستقبل؟ حيك، بسم الله الرحمن الرحيم، وحيك أستاذ ماجد وحي ضيوفك الكرام. أهلا وسهلا. الحقيقة هي يعني هذه الدراسة والدراسات الأخرى تشير إلى يعني تؤكد ما حضرتك أشرت إليه، أنه لا مستقبل لهذا النظام، لأنه حتى هذا التقرير عندما يقول هذه، يعني دعني أقول هكذا، عندما يقول هذا التقرير في عنوانه أنه هذه خطة للخروج من مأزق العراق، يعني وكأنه إنقاذ، هذه خطة طوارئ لإنقاذ العراق بهذا الشكل بهذا المعنى. لكن عندما تقرأ التقرير كله كامل ستجد أن هناك محاولة للقفز على الواقع، حتى في التقرير محاولة للقفز على الواقع، لأنه أولا معاهد مثل معهد واشنطن ومعاهد الأمريكية القريبة من الإدارة كانت جزء من قرار الحرب وتدمير العراق ووصول العراق إلى هذا المستوى، كانت يعني تنصح بهذا الاتجاه وتعطي خطط وكانت مساهمة في هذا الموضوع. الآن عندما تأتي لانتقاد هذا النموذج الذي صنعته أمريكا من غير أن تشير إلى أن أمريكا هي التي صنعت هذا النموذج، هي رأس العلة، يعني هناك مثل أنا أقول كل مرة هناك خلل بنيوي في أساس هذا المشروع، هذه لا تشير إليها، هي تشير إلى أشياء، أنه العراق إذا ما تجاوز هذه القضية سيعود إلى الفصل السابع، سيعود إلى الفصل السادس، وإذا لم يعد هل سينتهي والعراق سيخرج من عنق الزجاجة وسيكون دولة حقيقية ولن يعود مثل ما تصف التقرير بأشبه بدولة أو لا دولة؟ واقع الحال أن العراق يفتقد من الأساس من عام 2003 لحد الآن إرادة بناء دولة، هذه غير موجودة، وأمريكا في مشروعها الاحتلال العراق أوصلت العراق إلى هذا المستوى، عندما جاءت بهذه الثلة كلها لتحكم العراق بهذه الطريقة وبهذه العملية السياسية وبهذه التقسيمات الطائفية والإثنية، هي من البداية أرادت أن يصل العراق إلى هذا المستوى لا تكون له إرادة البناء. عندما فتحت حدوده لتستولي عليه الآخرين وتغول الآخرين عليه وأولهم إيران، هي أرادت أن يفقد العراق إرادته، فالعراق تنقص أساساً من البداية إرادة بناء دولة، هذه غير موجودة في كل هذه الحكومات وغير موجودة في العملية السياسية. قبل الحديث عن ميليشيات وأحزاب وقوى وفكر طائفي، تركنا من كل هذا، وهذا كله نتائج، الأساس في هذا أنه لا وجود لإرادة لبناء دولة. هؤلاء الذين تابع طوال 20 سنة لن تجد هناك روح وإرادة لبناء دولة، غير موجودة، لم تبنى مؤسسات، لم يبنى إطار يؤهلك أو يدعوك للتفاؤل في أن غدا سيكون أجمل من اليوم أو أفضل من اليوم، وهناك خطوات تقطع باتجاه البناء أبدا. خذ مثلا الكهرباء، بعد 20 سنة نحن نتحدث عن الكهرباء، من هذا البلد الذي بعد 20 سنة ما زالت عنده مشكلة بالكهرباء وصرف عليها؟ هم يتحدثون قبل سنتين يقولون 81 مليار دولار صرفنا عليها، الآن يمكن فوق 100 مليار دولار صرفوا عليها، والكهرباء غير متوفرة، والصيف هذا واضح وصلت يعني أوقات الانقطاع 18 ساعة و16 ساعة باليوم،
الواحد. إذا نحن لدينا كارثة كبيرة، لدينا كارثة بالتعليم وبالصحة وبالخدمات وبكل شيء وبالأمن وكل المنظومات كلها بها خلل، والاقتصاد عندنا مشكلة كبيرة لا وجود لسياسة اقتصادية. فبالتالي نحن هذا كله يرتبط بإرادة البناء. لو كانت لدينا إرادة لبناء دولة لما وصلنا إلى هذا المستوى. هذا التقرير لا يشير إليها، التقرير يذهب إلى فقرات في القوانين أنه لو لم تطبقوا هذا وماذا لو طبقها العراق، هل سيكون دولة؟ ما هذا السؤال. بهذا النموذج، بغياب الإرادة، بغياب الفكر، بغياب الإطار الجامع لدولة، لوجود دولة، لن تبنى دولة أبدا. نعم. هبة مساء الخير. هبة الفدعة. مساء الخير أستاذ ماجد، أهلا وسهلا. أهلا. مساء الخير، أهلا. تحية وسهلا. طيبة لحضرتك ولضيوفك الكرام ولجميع المشاهدين. أهلا وسهلا. الحقيقة التقارير تترى كما يقال تتوالى من معاهد ومراكز بحثية أمريكية وغربية وغير، تتحدث عن سلبيات النظام، نواقص النظام، أمراض النظام، أزمات النظام المستعصية والمزمنة والمتراكمة والمتضخمة. هل تعتقدين أن مثل هذه المنشورات أو الأوراق البحثية والتحليلات ستنتهي بشكل يعني عدمي إلى لا شيء، أم أنها ربما تكون توطية لإعادة هيكلة هذا النظام السياسي في العراق، إعادة أو إيجاد أسس وركائز جديدة، إطار جديد، لأن التجربة واضح أنها اصطدمت بالجدار وثمة يأس وإحباط من عملية الإصلاح أو بوادر على الإصلاح؟ فضل. يعني بالمستقبل حاليا وبالمستقبل القريب أنا لا أتوقع أنه هناك سوف يتم إصلاح، أو رغبة مراكز البحوث عندما تكتب مثل هكذا تقارير أنه يتم إصلاح أو لنصل إلى مدى أبعد يتم تغيير. لا أنا لا أتوقع بالمستقبل الحالي. بالعكس، كل المعطيات التي موجودة على الساحة الداخلية بالعراق كلها تؤيد وتعطي صورة واضحة إلى أنه يعني انه المجتمع الدولي راض عن سياسة رئيس الوزراء الحالي، وراضي عن سير اعمال الحكومة اللي موجودة حاليا، ويعني متفقين على هذا الشيء نوعا ما. لذلك لا توجد هناك تغييرات حاليا او بالمستقبل. ربما هناك انتقادات للوضع الراهن، للسياسة الداخلية الراهنة في العراق، أما أن يتم تغيير أو تغيير بهذا النظام أو تغيير بالتعاملات الداخلية بالعراق سواء كان داخليا أو مع جيرانه مع محيطه الإقليمي، أنا لا أعتقد أن هناك سيكون تغيير. مجرد انتقادات لا أكثر ولا أقل، ومجرد كشف يعني عن هذا الموضوع، حتى لا يقال أنه الجميع متواطئ والجميع يرى وعلى علم وعلى مرأة وعلى مسمع منهم وهم ساكتين وهم قابلين بهذا الوضع. لا، يتم هناك انتقادات جانبية لما يحدث الآن بالعراق. أما أن يتم تغيير أو تغيير جذري أو حتى تغيير جزئي، أنا لا أعتقد أنه هذا. المجتمع الدولي غير قابل لهذه المواضيع الآن. المجتمع الدولي قرر أن المجتمع الدولي والإقليمي أيضاً قرر أن يعتبر العراق الآن والحكومة اللي موجودة في العراق الآن هي حكومة منتجة، وقرر أن يكون العراق الآن مستقر، لأنه هذه المنطقة من منطقة الشرق الأوسط اللي العراق ينتمي لها، المنطقة العربية اللي العراق ينتمي لها، بدأت بوادر الاستقرار النسبي بها منذ نهاية العام السابق عندما الأزمة السورية نوعا ما بدأت بإيجاد بعض الحلول لها، وعودة النظام السوري المتمثل بنظام بشار الأسد إلى المحيط، خلينا نقول المحيط العربي، وتواجده أيضا. لذلك هذه المنطقة الآن تعيش نوعا ما مرحلة استقرار، مرحلة استقرار نسبي. العراق لا يمكن تفسير الوضع السياسي للعراق أو تحليله بأخذ فقط المعطيات الداخلية الموجودة على الساحة العراقية. أستاذ ماجد، يجب أن نوسع رقعة النظر وأن نربط العراق بالخارطة الشرق الأوسط اللي هو ينتمي لها، هذه المنطقة اللي هو ينتمي لها. أي تغيير ممكن أن يحصل وسط عدم تناغم القوى السياسية والحكومية اللي موجودة الآن في العراق، ممكن أن يخلق فوضى وبلبلة، وبالتالي هذه الفوضى والبلبلة ممكن أن تخلق فراغ سياسي، وهذا الفراغ السياسي ممكن أن يتم تعبئته بأجندات خارجية تنتهز الفرص الآن لأن تستخدم العراق حاضن ممتاز لها. منطقة الشرق الأوسط بأكملها، بغض النظر عن المنطقة اللي العراق ينتمي لها الآن، الهدوء اللي بها هدوء نسبي،
الهدوء الذي بها هدوء نسبي لكنه هدوء مؤقت. احنا الان منطقة العراق ومنطقة الخليج العربي والمنطقة السورية تتمتع بهذا الهدوء الان، لكن ما زالت ايران تشكل ركن غير مستقر جدا ولا يمكن التكهن بالقادم، لانه ايران لاعب مهم واساسي على المستويين، على الصعيد العالمي الدولي وعلى الصعيد الاقليمي ايضا، لا يمكن تغافل هذا الشيء. لذلك العراق الان، انا اود ان اعقب على مفردة استخدم اود ان اعقب ايضا على مصطلح استخدمه الدكتور رافع، مصطلح كبير جدا، وهو انه العراق لم تكن هناك روح اراده لاخراج العراق من كونه دوله غير طبيعيه لان يكون دوله طبيعيه. هم اللي موجودين، نتحدث عن هذه الجزئيه وانا اشرحها اذا سمحتي، نتحدث انه كيف العراق، يعني ما هي الخطوات المطلوبه من عنده لارجاع دوله طبيعيه وليس دوله يعني تلجا الى العنف. أستاذ ظافر صباح الخير، أنت في سيدني الآن عندكم الفجر، صباح الخير. صباح الخير ومساء الخير عليكم وضيوفكم الكرام ومشاهديكم الكرام. أهلا وسهلا. في العام 90 بعد اجتياح العراق للكويت، العراق أدرج أو وضع تحت طائلة الفصل السابع باعتباره دولة مهددة للأمن والسلم الدوليين. الآن التقرير يتحدث أيضا ولا يستبعد أن العراق من الممكن إرجاعه إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لكون دولة تهدد الأمن والسلم الإقليمي أو الدولي. هل فعلا هذا النظام الموجود حاليا مهدد للأمن والسلم الإقليمي أو الدولي، وبالتالي فأن نهاية المطاف معه إرجاعه إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة؟ يعني أستاذ ماجد، بالبداية بس أعرج نقطة سريعة، الموضوع مؤخذ من ثلاث جوانب: إعلامية، سياسية، أمنية. إعلاميا تعرف حضرتك إعلامي متميز، الإعلامي يبحث عن الإثارة، السياسي يبحث عن الجمهور، أنا كخبير يعني الفقير إلى الله لا أبحث عن إثارة ولا عن جمهور، لذلك سأدخل في الموضوع. التقرير تقرير معهد واشنطن، هو الكاتبة عراقي فوزي الزبيدي. التقرير اللي كتبه فوزي كان خارطة طريق للعراق، كان ينصح الحكومة العراقية ماذا يجب عليها أن تفعل. من ضمن هذه بعض المواقع الأخرى، بعض الأجهزة الإعلامية الأخرى، هي طرحت مسألة الفصل السابع أو الفصل السادس، بس حتى نوضح بصورة مختصرة جدا للجمهور، لأن أكو هناك خلط كثير في عدم فهم أو ضبابية في فهم مسألة الفصل السابع أو الفصل السادس. جمهوركم الكريم، الفصل السابع هو وضع الدولة عندما تشكل تهديداً مباشراً أو تدخل في عملية تهديد لدولة أخرى، وبالتالي تصبح على الأمم المتحدة أن يعني تحارب هذا التهديد وتوقفه بكافة الوسائل. الفصل السادس هو حل النزاعات. الآن العراق، هل أن العراق يشكل أو هل عاد العراق ليشكل تهديداً لأي دولة في المنطقة؟ بنظري لا. هل أن العراق لديه نزاعات مع دول المنطقة؟ نعم، هناك النزاعات، نزاعات الحدود، المياه، و يعني القضايا الأخرى اللي راح نطرح عليها مثلا في مجال الأمن القومي، ما أعرف بعدين يمكن نتحدث عنها. كل بلد يرسم سياسة واستراتيجية لأمن القومي. أستاذ ظافر اسمح لي على بالمقاطعة البسيطة، على ذكر أن العراق الآن لا يهدد تهديدا لأي دولة، ألا تعتقد أنه مثلا دفع الميليشيات للقتال مع نظام الأسد ضد الشعب السوري تدخل في يعني مشكلة داخلية سورية وهدد، يعني هدد مجتمعا في سوريا؟ أنت تعرف أن الميليشيات قصفت عدة مرات مخافر حدودية سعودية، وقصفت أيضا مخافر في الكويت، والتصريحات السياسية التي كانت تهدد دول عربية كثيرة الحقيقة يعني مستمرة ولم تتوقف، وإن توقفت هنا وهناك، ألا تدخل، ألا تندرج ضمن تهديدات على الأقل للأمن الإقليمي؟ عندنا مشكلة بالصوت ويا ظافر الشمري، خليني أستاذ ظافر، عندنا مشكلة بالصوت، الصوت ما يصلنا من عندك، فرجاء أصبر علينا إلى أن يعني يضبط الصوت ونرجع عليك. ها طيب.
يسمعني؟ تفضل. أسمعك نسمعك الآن، تفضل نسمعك. أسمعك. يعني هذه كلها كانت قبل مجيء الحكومة السوداني، حكومة السوداني حكومة توافقية إيرانية أمريكية. من عند مجيء حكومة السوداني إلى اليوم لم نشهد أي عمليات تهديد مباشر أو التلويح بالتهديد المباشر. الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة اللي الوجه الإيراني هو طبعا العراق، أن هناك يجب أن يحصر تنتهي التهديدات، وإحنا فعلا شفنا أن التهديدات والقصف للسفارات أو المعسكرات اللي تتواجد بها القوات الأمريكية، الخطاب مو تهديد، الخطاب غير عن الفعل. نعم كان هناك عمليات تهديد، دفع بالميليشيات إلى الخارج. الآن هذه الميليشيات الموجودة خارج العراق يتم حصرها بحيث لن تستطيع العودة ولن تستطيع الانتقال. يعني هنا اعتبرت الميليشيات الموجودة في سوريا ليست عراقية، وهذا يعني هذه أول عملية بيع من العراق لهذه الميليشيات. لذلك احنا نشوف اكو الميليشيات الآن يسموها ميليشيات فصائل منقسمة فيما بينها، حصل تضارب فيما بينها. هناك ميليشيات قبلت بالوضع وهناك من لم يقبل بالوضع، هناك من شعر بأنه تم بيعه والآخرين يريدون الاستمرار. السياسة الأمريكية في العراق هي سياسة الجزرة والعصا، أنا دائما أستخدم هذا المصطلح. نعطيكم أنتم الآن يعني سيكون لكم مسؤولية تقديم الخدمات دائم داخل العراق، اسرقوا افسدوا بما وكما تشتهون، لكن عملية تصرف عسكري تهديد لأمن دول المنطقة بقطرة السطر ممنوع. لذلك أكو قواعد اشتباك جديدة، هذه قواعد الاشتباك الجديدة يعني هي فرضت أنه عدم انتقال سلاح مقاتلين كما كان الوضع في 20 سنة السابقة إلى سوريا ومن هناك إلى بيروت. هل أن الأمريكان كانوا غافلين عن نقل الأسلحة من العراق إلى سوريا إلى لبنان قبل هذه الفترة؟ طبعاً لا، كل شيء كان يجري تحت نظرهم وسمعهم، وهم أصلاً في بعض الأحيان كانوا يساعدون في هذا الأمر. يعني من واحد يغمض عينه عن هذه العمليات، يعني طيران الجو الأجواء العراقية كلها كانت محكومة ولا تزال بالطيران الأمريكي بالعمليات المشتركة. يعني لا تطير طائرة ولا طير ينتقل من العراق إلى سوريا إلا بموافقة الولايات المتحدة. الآن من بداية حكومة السوداني إلى اليوم هناك تغيير في قواعد اللعبة. هذه قواعد اللعبة تريد اليوم أن تفصل العراق عن سوريا، وبالتالي ينتهي هذا التهديد. تريد تحل، نعم هناك تلويح أنه أنتوا إذا ما تحلون المشاكل المتعلقة خاصة مع الكويت اللي هي الأرشيف والمفقودين والحدود، ولجئتم إلى التصرفات المسلحة سواء كانت من الدولة أو من غير الدولة، فيمكن أن نعيدكم إلى الفصل السابع. يعني هذه عملية يعني إشهار الكارت الأحمر بدون استخدام التلويح به، بدون استخدامه. هذا رأيي أنا بالموضوع أستاذ واجد. شكرا، أشكرك. أستأذن من الضيوف الكرام ومن المشاهدين الكرام، نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار بعد الفاصل. أعايدون. نسلط الضوء على القضايا والأحداث العراقية المهمة، نقدم المعلومة للمشاهد بكل تفاصيلها، نقف عند تداعيات الأحداث وتأثيراتها المستقبلية،
نطرح وجهات النظر الواقعية لنكشف الحقائق ونقدم الحلول، كل ذلك في برنامج تحت الضوء. أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار. تبحث في تقرير المعهد الأمريكي معهد واشنطن للدراسات الاستراتيجية عن الوضع في العراق وأنه دولة خاضعة للوصاية ولا يستبعد إرجاعها إلى طائلة الفصل السابق. ضيف طاولة رافع الفلاحي، هبة الفدعم وظافر الشمري. دكتور، أيضا يتحدث التقرير أن العراق أشبه ما يكون بدولة خاضعة للوصاية الدولية، يعني قرارها مبيدها، استقلالها منقوص، السيادة الوطنية أيضا تقريبا منعدمة. ما هي مواصفات الدولة الخاضعة للوصاية الدولية؟ أستاذ ماجد سأجيبك عن هذا، لكن نعم. دعني بالبداية أوضح نقطتين. نعم. يعني جاءت في أحاديث زملائي ضيوفك الكرام، الأولى عندما ذهبوا بالعراق إلى البند السابع لم يذهبوا هكذا مباشرة. نعم. كانت هناك قرارات تترى من مجلس الأمن، قرارات كثيرة قربتنا الوصول إلى دخول العراق بالبند السابع، يمكن 13 قرار خلال شهر. نعم نعم. وفي هذا المقال أو هذه الدراسة اللي معهد واشنطن، نعم معهد واشنطن، ذكروا أحد القرارات اللي هو القرار يمكن 628 أو هكذا، اللي يتحدث عنه أنه العراق يجب أن لا تكون بقوى إرهابية. وهذا قضية الإرهاب قضية كبيرة وطويلة، أستاذ ظافر يقدر يحدثنا عن هذا الموضوع. تحدثوا عنه أنه لا توجد قوى إرهابية تتبناها الحكومة. الآن اللي موجود في العراق وهم صنفتهم أمريكا، وهي دعنا من الكلام الكبير والإعلامي لما أشار إلى الأستاذ ظافر وكلام البهرج والإعلامي، واقع الحال أمريكا هي مجلس الأمن، أمريكا هي من تتحكم بكل هذا العالم، هكذا هذا واقع الحال. فهي من صنفت عصائب أهل الحق، هؤلاء الذين يسمون نفسهم عصائب أهل الحق، صنفتهم منظمة إرهابية، وصنفت كتائب حزب الله وغيرها كثيرين وأسماء كثيرة صنفتهم إرهابيين. إذن هؤلاء موجودين، إذا ما استمروا بوجودهم سيذهب بالعراق باتجاه بلد غير مستقر، بلد مؤثر على الأمن العالمي، فيه تهديد للأمن العالمي، إذن ربما يدفعون به باتجاه الفصل السابع. وهذا ما تحدث عنه التقرير، هذه النقطة الأساسية. والعراق لا يمكن أن الآن الحكومة هذه وغير من الحكومات لا تستطيع أن تتخلص من هذه الميليشيات، لأنه هذه الميليشيات هاي نقطة سنتحدث عنها بس حتى نجاوب على أنه خاضعة. نعم نعم. لأنه هذه الميليشيات مرتبطة بإيران. نعم. يجب أن تتخلص من إيران أساسا. وبعد ذلك النقطة الثانية أنه المنطقة كلها غير مستقرة. يعني مع احترامي للرأي اللي يقول أن المنطقة قد استقرت، لا، المنطقة الآن على حافة انفجار جديد أو انفجار مستمر أو استقرار هش أو زائد ولا استقرار هش. بدليل أنه سوريا الآن المظاهرات بعد من 2010 لحد الآن عادت المظاهرات في 6 مدن ومظاهرات قوية. إذن سوريا هناك أمور يعني تجري الآن تطبخ على الأرض السورية، إذن غير مستقرة. هل لبنان مستقر؟ هذا البلد الآن في عز أزمته الاقتصادية والأمنية والصراعات، مصائب كبيرة، غير مستقر. اليمن رغم الهدوء النسبي الذي تحدثون عنه واتفاقية والسعودية، لكن هل اليمن استقر؟ السودان ليبيا نفس الشيء، السودان ليبيا وعودة إلى العراق، هل العراق بلد مستقر؟ العراق بوضع الأمني، بالفكر الأمني، بالرؤية الأمنية، بمفهوم الأمن في العراق، هل هو مستقر؟ بمفهوم الاقتصادي هل هو مستقر؟ بالمفهوم السياسي هل هو مستقر؟ أبداً، غير مستقر. وجود السوداني، وجود غير السوداني، تفاهم إيراني، تفاهم أمريكي، لكن يبقى العراق على 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 يعني صفيح ساخن جداً. فبالتالي هذه كلها غير مستقرة، والانفجار ممكن أن يحصل في أي وقت، وهذا واضح. أشارت إلى بلاس خارت. نعم. وهو الانفجار ممكن أن يحصل في أي وقت. نعم. في أي وقت. هم يحاولون أن
أن يحجموا هذا الموضوع، يحاولون أن يلغوه، لكن هذا قفز عن الواقع وهذا مو حقيقي. الشغلة الأخرى أن العراق هو متى كان دولة منذ عام 2003؟ متى كان دولة؟ يعني متى كان دولة؟ هو العراق من عام 2003 لحد الآن ليس دولة، لا يمتلك إرادته. في نقطة تتحدث الوصاية الدولية. الوصاية الدولية نعم، هو العراق لا يمتلك إرادته، لا يمتلك قراره. هل العراق يمتلك قراره؟ حتى العراق في تشكيل حكومته لا يمتلك قراره. يعني حتى من يعني دولة قاصر عندما تضع تحت الوصاية الدولية أنا قاصر. واضح، هو حتى أمواله تتصرف بها أمريكا وليست بيده. يعني أموال النفط الآن وين تذهب؟ تذهب إلى بنك الأمريكي، والأمريكي هو اللي يوزع. حتى اقتصادياته بهذا الشكل. هو لديه وصايا أمنية، عسكرية، سياسية، بكل شيء. إيران إن لم توافق على تشكيل الحكومة لا يمكن أن تشكل الحكومة، وشاهدنا هذه الحكومة. جاء السوداني، راح السوداني، جاءنا ما أعرف من هو. القضية غير هذا الموضوع. القضية أن العراق فاقد إرادته، غير قادر، قراره غير، لا يملك قراره. فهذا الوضع اللي موجود في العراق. هل دولة لا تملك قرارها ممكن أن تذهب باتجاه أن تكون دولة؟ العراق منذ عام 2003 لحد الآن لا يملك قراره، فبالتالي هو غير دولة. والآن الحديث أنه العراق أشبه بأن لا يكون دولة، لا، هو لا دولة، وبالتأكيد لا دولة. وكل وضعيته الآن، ودليل هذا، الحكومة تتكلم كلام والميليشيات الحاكمة للعراق تتكلم كلام آخر. حتى في السياسة الخارجية، حتى في التصريحات، الميليشيات تتكلم كلام آخر، وكلام الميليشيات هو الثابت وهو من يطبق على الأرض، والحكومة كلامها لا يساوي شيئا. فبالتالي هي الميليشيات وإيران بالتالي إذا نعم. موافقت قبل أيام، ودعني أقول لك بشكل صريح، قبل أيام كانت، وقبل شهر شهرين كانت هذه الميليشيات تشتم السعودية علنا. عندما جرت تصالح أو توافق الإيراني السعودي، التقارب الإيراني السعودي، الميليشيات انسحبت من هذا الموضوع. الحكومة كانت في وقتها تتحدث أن العلاقات طيبة مع السعودية، لكن واقع الحال غير شكل الآن، غير شكل. إذن من يحكم على الأرض؟ تحكم الميليشيات، منظومة الميليشيات، وهذا الذي يتحدث عنه التقرير، وهذا جزء من ما يتحدث عنه التقرير. نعم. أستاذ هبة، أيضا التقرير يتحدث أن العراق بسبب العقوبات الدولية المفروضة عليه والالتزامات ما زال يواجه مأزقا استراتيجيا عميقا وكبيرا. ما هو هذا المأزق الاستراتيجي الذي ما زال العراق يواجهه؟ يعني بالتأكيد المأزق الاستراتيجي هو أن العراق مثل ما ذكر الدكتور رافع بكل صراحة وبكل شفافية، العراق وليس دولة. العراق لا يمتلك فقط الإرادة لأن يكون دولة، وإنما العراق لا يمتلك الأدوات التي تجعل منه أن تكون دولة كاملة السيادة. العراق دولة ناقصة السيادة، والدليل على ذلك الانتهاكات المستمرة على الحدود العراق، والمشاكل المياه ما بين العراق وما بين جيرانه، الميليشيات الموالية من قبل إيران داخل الأراضي العراقية، والتي تقوم بأعمال داخل الأراضي العراقية وهي تعترف بهذا الشيء أنها مدعومة من قبل إيران. إذن هذا بلد ناقص سيادة، بل هو فاقد السيادة. يعني إحنا حتى نكون بشكل صريح وواضح نتكلم، فهو العراق في مأزق استراتيجي. المأزق الاستراتيجي المهم جدا هو أنه إعادة العراق إلى الفصل السابع. يجب بالفقرة اللي ذكرها الدكتور رافع واللي هو ذكرت أيضا في التقرير، أنه يجب على العراق مراعاة المادة 32 من الفقرة 628، أنه ألا تستخدم الأراضي العراقية لأن تكون حاضن لأي مجموعة أو أي منظمات تصنف منظمات إرهابية، أو أن تكون هذه الأرض انطلاقة لأي عمليات إرهابية. هذا التلويح بهذه المادة يحشر العراق في الزاوية، لأنه العراق في هذه الحالة يجب أن يتخذ قرار، أما أن يعود إلى الوصاية الدولية بشكل رسمي طبعاً. يعني هو العراق حتى وأن خرج من الوصاية الدولية فهو ما زال مثل ما ذكرت حضرتك أنه هو ما زال ناقص الأهلية، قاصر، أو أن يتم التخلص من هذه الميليشيات. التخلص من هذه الميليشيات مثل ما ذكر الدكتور رافع هو يجب التخلص من العلاقة مع إيران. الآن منطقة الشرق الأوسط أو المنطقة برمتها مثل ما ذكر الدكتور رافع، أنا ذكرت أنه هي تتمتع نوعا ما بهدوء نسبي. على الجهة الثانية على صفيح ساخن، خصوصا في السودان وما يحصل في السودان، وامتداد لما يحصل داخل أفريقيا أيضا.
لكن في نفس الوقت نحن على أعتاب مرحلة تاريخية وتغيير تاريخ كبير جدا، ألا وهو اللي ما تذكر مراكز البحوث أيضا المرحلة التمهيدية للتطبيع مع المملكة العربية السعودية مع إسرائيل. خلينا حتى أشكرك، نقطة تحول تاريخي مهم جدا ماشي. يعني حتى لا نبتعد عن الحقيقة نقطة النقاش الرئيسة، ما هي هاي أنا أريد أجي على نقطة النقاش الرئيسية، لأنه إيران هي الآن هي المتبني الوحيد لمحور المقاومة، ومحور المقاومة موجود الآن منتشر في داخل بغداد، صنعاء، بيروت، دمشق، موجودة هذه الميليشيات اللي موجودة. فإذا ربما بشكل أو بآخر سوف يتم شرعنة وجود هذه الميليشيات اللي موجودة داخل هذه العواصم العربية. أيضا الأستاذ ظافر يقول التقرير أنه على العراق أولا التخلص الحقيقة من وصف الدولة التي تلجأ إلى العنف، وهذه خطوة ممهدة لكي يعود العراق دولة طبيعية يعاد دمجه ضمن المنظومة الدولية أو في المجتمع الدولي. هل من شرح أكثر لهذه النقطة أن دولة تلجأ إلى العنف ويجب أن تتخلى عن هذا النعت أو التوصيف حتى تعود دولة طبيعية؟ أستاذ ماجد، مرة ثانية أقول التقرير هو مو سياسة الإدارة الأمريكية، وإنما هو رؤية لمحلل موجود في معهد واشنطن. يعني هاي في نقطة أنا أخليها واضحة. المسألة أن العراق عنف، أنا ذكرت أن الخدمات هي لحكومة العصائب. يعني إحنا ليش نروح الحكومة حكومة عصائب يا أخوان، حكومة إطار، حكومة كتائب حزب الله. يعني هذه الحكومة هي التي تتعامل معها أمريكا، هي اللي أمريكا قالت لهم أنتم لكم الداخل، خدمات جمهوركم، ما أعرف إيش. أمريكا لا تهتم للعراقي كمواطن، لا تهتم لوجود دولة أو عدم وجود دولة في العراق. كل ما تريده أن العراق من ناحية الأمن يكون تابع لها، وهذا أيضا اتفاق الإطار الاستراتيجي أو الاتفاقية الأمنية أو الحوار الاستراتيجي الأخير اللي صار، أو حتى الوفد العسكري الأخير اللي زار الولايات المتحدة وتبين إلى هذه. هل أن العراق الآن منطلق؟ لا يزال العراق يهدد دول الجوار مثلا تركيا. الميليشيات تتعامل مع PKK والPKK تنفذ عمليات إرهابية داخل تركيا. نعم، هذه المسألة صحيح، مسألة التسرب التسريب أو نقل الميليشيات أو السلاح، هذا اللي لازم ينقطع. ولذلك تواجد القوات الأمريكية، إعادة انتشارها، هو قيل أنها عملية استبدال، وبالحقيقة ليست استبدال وإنما إعادة انتشار، إعادة انتشار لدعم قسد. وهناك يعني عندك إيران، تركيا، روسيا مع سوريا، بالمقابل توجد الولايات المتحدة الأمريكية. أكو عملية قطع هذا الذراع، الحلقة الوسط اللي هو العراق وسوريا. العراق سياسيا واقتصاديا وأمنيا تحت تصرف الولايات المتحدة. لذلك أي عملية بعد اليوم، أي عملية عسكرية أو تهديد من العراق باتجاه سوريا، شوف ليس باتجاه تركيا وليس باتجاه بلد آخر، وإنما باتجاه سوريا بالتحديد، لأن عملية قطع هذا الشريان هو هذا الاستراتيجية الأمريكية اللي تريد بناها، تقطع له حتى يبقى حزب الله بوحده، حتى تنتهي بعدين ترجع الخطوة الأخيرة هي عملية القضاء على الميليشيات داخل العراق. خليل، هذا هو الموجود. أنا كتبت تحليل في تقرير لي، وأيضا ذكرت أكو أسسمنت يعني على بقاء قوة بقاء أو عدم بقاء القوات الأمريكية، أو يعني أمريكا كقوة في العراق هل ستتخلى عنه؟ أسألك هذا السؤال متعلق. أستاذ ظافر أشكرك، واضح. أسألك هذا أيضا السؤال التالي متعلق بالنقطة اللي تفضلت بها حتى نختم وياك، لأن الوقت متأخر جدا. التقرير يتحدث عن أن الميليشيات كأنها الحقيقة مقتل النظام في هذه الميليشيات، أنه هذا النظام سيبقى نظام ينظر إليه على أنه نظام ربما غير طبيعي وأنه خطر، وأنه هذه الميليشيات التي تشكل قوامة مهددة للأمن العراقي، وأنت ذكرت أنها مهددة أيضا للأمن يعني الجوار العراق. هل النظام مستعد للتخلي عن هذه الميليشيات حتى وإن اعتقد وآمن وأقيمت دليل على أنه مقتله ببقاء هذه الميليشيات وربط مصيره بهذه الميليشيات و
يعني دعمها أو التمسك بها أو عدم التخلي عنها؟ أستاذ ماجد أنت تقول هل يتخلى النظام عن الميليشيات؟ هي الميليشيات هي النظام، يعني نقطة رأس السطر. الميليشيات هي النظام، الميليشيات هي التي المجتمع الدولي والإقليم كانوا يفصل بين نظام سياسي قائم يتعامل وياه وبين هذه الميليشيات. لكن هو يعرف ويعلم ويتعامل معها. يعني هو دا يقول لهم هذه جزرة وهاي عصا. شنو اللي تردوه؟ يعني حتى الجمهور البسيط يفهمها. هذه جزرة وهذه عصا تتحرك أضربه. هما بالتالي بالأخير الولايات المتحدة ما راح تبقى صافنة، يعني اليد راح تقضي على هذه الميليشيات. بالقضاء على هذه الميليشيات ينتهي النظام ينهار يعني. وبالتالي راح يكون عملية القضاء على هذه الميليشيات هو المسمار الأخير الذي سيدق في نعش النظام الإيراني. أنا قلت سوريا وهذا الموجود اليوم، وثم حزب الله في لبنان، وستكون وهذا ضمن الاتفاقيات وضمن اللي راح يكون بين الاتفاق السعودي الإسرائيلي أنه لبنان سيكون لي إعادة بناء ستكون للخليج وبالسعودية بالذات. ثم المرحلة الأخيرة هو القضاء على الميليشيات في العراق، وهذا سيكون المسمار الأخير في نعش النظام الإيراني وستنتهي. هي لن يعني هي مسألة إحنا العراقيين نريدها اليوم باكر، لا، أكو استراتيجية، أكو عمل، أكو أمور. العراقيين مستعجلين من الضيم والقهر اللي هم به. أنا وريدها حارة ومقسمة. وهسه بعد ما بيها. أنا أشكرك. جاهز وحارة ومقسمة. أنا لا يتعب ولا يريد. أشكرك. بس هو رايح منتهي ما باقي له شيء. شكرا جزيلا استاذ ظافر على يعني شكرا على وجودك ويانا، وعلى يعني الان انت مستيقظ في هذا الوقت المبكر، شكرا جزيلا لك، وتقدر تاخذ راحتك. شكرا جزيلا، نلتقي ان شاء الله في الايام القادمه باذن الله. دكتور رافع، يتحدث التقرير انه الواقع السياسي والقانوني للعراق ما زال مترديا، ما زال متدهورا، يسير نحو التردي بعد 20 عاما من هذه التجربه. لماذا هذا التردي ولماذا هذا التدهور بدل ما أنه المفروض الخط البياني في تصاعد؟ هذا نظام الكرة الأرضية كلها دعمت واحتضنت وما زالت تدعمه، لأنه ببساطة هو نظام شاذ حقيقة. فهو لم يأتي للبناء، يعني ماكو فكر للبناء، ماكو فكر لبناء دولة. لذلك أنت بعد 20 سنة تحدث وكأنك، لذلك هم الحديث عندما يقولون يعني لا تعيدون المربع الأول، هو إحنا خرجنا من المربع الأول، هو العراق خرج من المربع الأول، وما هي يعني قياسات المربع الأول الذي يتحدثون عنه؟ إذا كان إرهاب، وإذا كان قتل، وإذا كان ذبح، وإذا كان سرقات وفساد وخراب وميليشيات وفكر طائفي، هي موجودة، كلها موجودة. إذا نحن لازلنا في المربع الأول، لكن أريد أن نتحدث عن هذا الموضوع بشكل أكثر يعني ربما صراحة. يعني إذا ما رفعت نفسي هكذا وخرجت خارج العراق ووضعت نفسي مكان دول الخليج، مكان كل دول الدنيا وتركيا عدا إيران، وفكرت كيف يمكن التعامل مع العراق؟ هل أتعامل مع العراق كحكومة موجودة ولديها إرادتها ولديها قرارها؟ يعني بمعنى عندما يأتي وزير خارجية تركي إلى العراق، عندما ذهب قبل أيام وكان يحمل رؤية معينة، يعني دولة يتحدث معها، هل كانت هذه الدولة وهل كانت هذه الحكومة تملك قرارها؟ عندما حدث عن البككة، هل كانت تملك قرارها أم القرار في إيران؟ لأن هذه الميليشيات تدعمها إيران وتدعمها ميليشيات تابعة لإيران وتدعمها إيران بشكل قوي. هل كانت الحكومة، حكومة السوداني، مالكة قرارها لكي تقول لوزير الخارجية التركي نعم نحن معك وهذه ميليشيات دخلت العراق وغير حقيقية وإرهابية ولا نقبل ونحن نتعاون وياك لإزاحتها من العراق؟ لم يكن لديهم مثل هذا القرار. يحدثونه بقضايا أخرى لا يعني بعيدة عن هذا الموضوع، المي ما أعرف من هو وكذا. هناك نقاط معينة يجب أن تتسلسل ويجب أن تبنى عليها العلاقة. لذلك هذه الدول حتى في الدول الخليجية عندما تأتي المملكة العربية السعودية، الكويت، غيره، عندما تتحدث مع دولة مثل العراق، مع من تتحدث؟ يعني مع الحكومة وخلاص انتهت القرارات واضحة وانتهى الموضوع؟
أم هناك أطراف كثيرة يجب أن ترضيها وأن تتحدث معها وأن تأخذ موافقتها قبل أن تذهب إلى إيران؟ تحصل على موافقة طهران قبل الحديث مع بغداد، أم تتحدث مع بغداد والموضوع انتهى؟ واقع الحال يشير إلى أنه العراق لا يمتلك إرادته، فإرادته وقراره في عواصم أخرى. يجب أن تتحدث مع أمريكا وتتحدث مع طهران قبل أن تتحدث مع بغداد، منفذ ليس أكثر. هذا 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 واقع الحال. فهذه كل الدول عندما تتعامل مع العراق لا تتعامل مع حكومة، ومن يفكر أنه يتعامل مع حكومة ومالك سيادتها وقرارها هو واهم الحقيقة. مهما كانت هذه الدولة عدا إيران، إيران تعرف من هم في العراق وهي من تديرهم، وعدا أمريكا تعرف من هم في العراق وهي كيف تعرف تديرهم، لكن عدا هذه كل الدول الباقية عندما تتعامل مع العراق إذا كانت تعتقد أنها تتعامل مع حكومة وقرارها بيدها فهي واهمة جدا جدا، لأن القرار ليس في يدها. وأكيد هذه الدول تعرف، يعني عندما جاء وزير الخارجية تركي مثلا إلى بغداد هو يعرف أنه هذه الحكومة لا تمتلك إرادتها، لكن هو يجب أن يقول الواقع، يجب أن يقول الحق أنه هذه منظمات إرهابية على الأراضي العراقية تؤذي تركيا، يجب أن نتخلص من عدها. وكان يجب أن الحكومة العراقية أن تطيل قرار بشكل واضح جدا، نعم نحن معك وقواتنا معك، ولم يحصل هذا. هذا هو هذا الفرق واضح. هل نحن ذاهبين للبناء أم لا؟ لو هناك كان قرار للبناء من عام 2003 لحد الآن ما كان العراق، حضرتك الآن تسألني لماذا لم يتقدم خطوة؟ لأنه ماكو قرار للبناء. 20 سنة لم يبني العراق شيئا، لم يبني حد، وبداية هذا بناء الإنسان. لاحظ أنت بعد 20 سنة الشعب العراقي ما زال يتظاهر ويتذمر، وآخر استبيان للشعب العراقي أنه إذا أرادت أمريكا أن تقلب النظام في العراق 72% من العراقيين أو 75% من العراقيين يؤيدون قلب النظام. ستبة، التقرير اللي احنا بصدد مناقشته وصف كأنه خارطة الطريق للنظام في العراق للخروج من هذه المآزق المزمنة والمتناسلة. تتوقعين مثل هذه الخارطة وغيرها التي تقدم من المعاهد الغربية، معاهد للدراسات والبحوث، أنه قد تجد آذان مصغية من قوى هذا النظام تتوقف عند هذه الخارطة الطريق، ربما تبدأ خطوات أولى لمغادرة يعني حالة موات النظام. تتوقعين أنهم سيصغون، يتوقفون، يقرؤون، يستوعبون، أم سائرون بنفس الطريق؟ الجواب ذكر الدكتور رافع والدكتور ظافر أيضا. أولا هذا التقرير هو مقترح، فعلا هو مقترح، كان يعني ما أريد أسمي خارطة الطريق قد ما هو مقترح أو تحليل للمعطيات اللي موجودة الآن داخل العراق. ناصح. كأنه نصيحة. ناصح بالضبط. بس بالضبط. فهو مثل الاقتراح أو أنه هو تحليل وفق المعطيات اللي موجودة داخليا وإقليميا. بالإضافة لذلك التغيير أو الأذن الصاغية أو أنه الأخذ والاستماع لهذه المقترحات أو لما حضرتك أنت ذكرت خارطة الطريق، برأيك كان الموضوع مو داخل العراق، الموضوع ما لم يبدأ عند اللي موجودين داخل العراق ولم ينتهي عنده، الموضوع خارج الحدود العراقية. لذلك أنه التغيير أو الخوف من إعادة العراق إلى البنت تحت طائرة البنت السابع أو غيرها، وحل الأزمات الداخلية اللي موجودين داخل الحكومة العراقية هم منفذين فقط لما يملى عليهم. لذلك موضوع التغيير أو الأخذ بهذه المقترحات هي يؤخذ بهذه المقترحات فيما تلائم مصلحة الجهات الفاعلة والمتنفذة خارج الحدود العراقية. إذا كانت اللي هم أكيد الدول الإقليمية والدول والمجتمع الدولي. أكيد طبعا طبعا. شكرا جزيلا شكرا جزيلا. في ختام هذه الحلقة لم يتبقى إلا أن نشكر ضيوفها، وهم كل من الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي كان هنا في الاستوديو، وأيضا نشكر ضيفتنا من العاصمة الأمريكية واشنطن الأستاذة هبة الفدعم الباحثة في قضايا الشرق الأوسط، ونشكر أيضا ضيفنا من سيدني في أستراليا الأستاذ ظافر الشمري وهو خبير في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب. كما أشكركم مشاهدينا الكرام، وحتى نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله.